منذ 4 أيام ولا تزال قافلة المساعدات الإنسانية هنا في معبر أم جلود شمال منبج عالقة بسبب رفض الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة التابعة لها أن تدخل هذه المساعدات إلى المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب شمال كردستان ومناطق مختلفة من سوريا وتركيا. حول هذا ينضم معنا أحد أعضاء خلية الأزمة التابعة للإدارة الذاتية والرئيس المشترك لدائرة الإعلام في شمال وشرق سوريا جوان ملا إبراهيم للحديث أكثر حول المساعدات وماهية المساعدات ولماذا لم تدخل إلى الآن المناطق التي تحتلها تركيا وتساعد في إزالة الأنقاض جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة. مرحبا. مرحبا بكم. لماذا لم تدخل المساعدات إلى هذا الحد منذ 4 أيام وأنتم متواجدون هنا ولم تدخل هذه المساعدات التي تقدمها الإدارة الذاتية للمناطق المتضررة من الزلزال؟ يعني ما هي في البداية ما هي طبيعة هذه المساعدات ولماذا لم تدخل حتى هذه اللحظة إلى تلك المناطق؟ أهلا بكم. بداية نحن كإدارة ذاتية لشمال وشرق سوريا بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة تم تشكيل خلية أزمة لمتابعة هذا الموضوع. بالطبع ارتأينا أنه يجب تقديم المساعدات لأهالينا المنكوبين، نحن أيضا سوريين وهم أيضا سوريين، ولكن الموجود هو أن نحن طبعا نعيش حالة حصار. كشمال وشرق سوريا ليست هناك مواد كافية لكي نقدمها لأهلنا المنكوبين، ولكن في كافة الأحوال هناك لدينا بعض المحروقات وأيضا بعض المساعدات الإغاثية نستطيع تقديمها لهم، وعلى هذا الأساس تم إعداد هذه القافلات المحملة بالمساعدات. القافلة الأولى التي أنتم هنا الآن تشاهدونها في أم جلود النقطة صفر في المعبر، يبعد عنا حوالي أمتار الجانب الآخر من المعبر المربوط بشمال غرب سوريا، المناطق التي يسيطر عليها دولة الاحتلال التركية ومرتزقته. هذه الحافلة محملة ب30 ناقلة نفط محملة بمادة المازوت، وأيضا مساعدات أخرى قدمها أهالي شمال شرق سوريا لأهلهم المنكوبين. يعني لماذا ترفض المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا إلى اليوم هذه المساعدات؟ حقيقة هذا السؤال يجب أن يسألهم بالبداية، ولكن قنوات التواصل التي بيننا وبينهم إلى الآن لم يأتوا لنا بأي رد، ليس هناك أي رد بخصوص هذه القافلة. نحن لدينا قنوات تواصل مع شمال غرب سوريا، مع هناك وسطاء مدنيين وأيضا بعض المنظمات المحلية، تواصلنا معهم ورحبوا بالفكرة كثيرا، ولكن في نهاية الأمر صدمنا بالرفض، لا نستطيع القدوم، نخاف أن يتم استهدافنا. كان آخرها اليوم ونحن الآن هنا، وكنتم أيضا أنتم موجودين. أتى وسطاء إلى المعبر والتقينا معهم كوفد إدارة ذاتية، قالوا لنا ما هي شروطكم؟ طبعا نحن صرحنا من اليوم الأول أنه ليس لدينا أي شروط مسبقة لدخول هذه، فقط هدفنا هو إدخال هذه المساعدات. وعلى هذا الأساس أتوا وصوروا، قاموا بتصوير القافلة، وبعد أن قلنا لهم بأننا ليس لدينا أي شروط رحبوا بالفكرة كثيرا وذهبوا، قالوا سنرد عليكم الرد في أقرب في وقت ممكن. بعد ساعة ونصف أجابنا أحدهم عبر اتصال هاتفي بأنهم ذهبوا إلى الراعي وسيأتون قريبا. طبعا كانوا مؤلفين من جماعة من المدنيين أو ربما وجهاء من المنطقة والدفاع المدني الموجود هناك. قلنا نحن بانتظاركم، قالوا يلزمنا قرابة الساعتين لحين نأتيكم بالرد. قلنا ليس لدينا أي مشكلة، نحن واقفين بانتظاركم. بعد قرابة الساعتين وأنتم كنتم موجودين طبعا في كامل الحدث، باتصال الهاتفي قالوا لا نستطيع المجيء لأننا نخاف أن يتم استهدافنا من قبل المرتزقة. يعني هنالك تهديدات من قبل المرتزقة للجهات التي تحاول إيصال هذه المساعدات إلى داخل المناطق المحتلة والمتضررة. بالطبع هذه المرة الثالثة التي الوسطاء يؤكدون لنا بأنهم يتعرضون للتهديدات في حال قدومهم إلى هنا واستلام هذه المساعدات. طبعاً إلى جانب الآخر هنالك مساعدات تحاول الإدارة الذاتية إيصالها إلى مناطق حكومة دمشق، ماذا حل، ما مصير تلك المساعدات؟ طبعاً تلك المساعدات موجودة الآن في معبر التايهة، وهو معبر فاصل بين مناطق شمال وشرق سوريا والداخل السوري، أي مناطق حكومة دمشق. هذه المساعدات عبارة عن 100 ناقلة نفط محملة بمادة المازوت ومساعدات
بكميات كبيرة مقدمة من الهلال الأحمر الكردي، وأيضا مساعدات قدمها الأهالي. هذه المساعدات واقفة منذ 3 أيام في المعبر، وأيضا قنوات التواصل بكافة أشكالها تواصل مساعيها لإدخال هذه المساعدات إلى تلك المناطق، وخاصة حلب وريفها وحماة وإدلب وكافة المناطق الموجودة. ولكن إلى الآن ليس هناك رد واضح من قبل حكومة دمشق. ما أتانا الرد يوم أمس هو من قبل بعض الوسطاء طبعا، أنهم يرغبون في حصة من هذه المساعدات. نعم. الحصة قلنا لهم ما هي حصتهم، قالوا نرغب في أكثر من 70% من المساعدات أن تذهب إلى يد النظام والباقي توزع. قلنا لهم النصف بالنصف أيضا ليس لدينا مشكلة أن تصل، المهم أن تصل. نعم. هدفنا هو إيصال هذه المساعدات، ولكن مع الأسف إلى الآن الرد ليس هناك رد. إلى متى سوف تبقون، يعني إلى متى سوف تبقى الإدارة الذاتية على المعابر وتقدم هذه المساعدات في ظل رفض الأطراف الأخرى هذه المساعدات؟ نحن مصرون وسنبقى هناك أهلنا بعيدا عن أي أجندات سياسية، وصرحناها في الإدارة الذاتية بأن ليس لدينا أي دواعي سياسية. يجب علينا أن نترك كافة الخلافات وكافة التناقضات الموجودة الآن جانبا. سوريا الآن في نكبة، في كارثة، يجب علينا تقديم هذه المساعدات في أقرب وقت ممكن، ولهذا نحن سنبقى هنا ريثما يتم الرد. نعم، يعطيك العافية، شكرا. يعني كما تشاهدون لا يزال الاحتلال التركي والمجموعات المرتزقة التابعة لها ترفض وصول هذه المساعدات إلى المناطق المتضررة في شمال وغرب سوريا، وإلى اليوم يعني هنالك أعداد ضحايا هائل في المناطق التي شهدت الزلزال المدمر، و أعداد الضحايا في ازدياد في ظل نقص المعدات ونقص المساعدات التي تقدم من أطراف عدة ومن أبرزها الإدارة الذاتية التي تعمل على إيصال هذه المساعدات للمناطق المنكوبة، لكن مع الأسف إلى الآن لم تدخل هذه المساعدات تلك المناطق.